السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدي ومتابعي ومشاركي قناتكم الحبيبه اعرف دينك. اتكلمنا في الحلقه السابعه عن 30 علامه من علامات حسن الخاتمه. النهارده هنتكلم عن اسباب حسن الخاتمه. اول هذه الاسباب هي اقامه التوحيد لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث عتبة بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. ثاني سبب من أسباب حسن الخاتمة التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالتقوى من أعظم الأسباب التي تؤدي أو تقود المؤمن لحسن الخاتمة، فهي سبب لتكفير الذنوب. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وهي سبب لقبول الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. وهي السبب للخروج من كل ضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهي سبب لتيسير السكرات على عبد المؤمن. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتقوى هي سبب للنجاة من المهالك. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثالث سبب من أسباب حسن الخاتمة الاستقامة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله كل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غير. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رابع حاجة الإكثار من ذكر الموت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي هريرة حيث رواه الترمذي: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. أكثروا من ذكر هادم لذات الموت. خامسا ألا هو الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. سادسا ألا هو حسن الظن بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فهو فخير وإن شرا فشر. وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول: لا يموتن أو لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله عز وجل. سبعة التوبة. قال تعالى وهي من أسباب حسن الخاتمة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أيضا من أسباب حسن الخاتمة الدعاء، أن تكثر من الدعاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: اللهم يا مثبت، اللهم يا مصلف القلوب صرف قلبي إلى دينك، اللهم قلب القلوب ثبت قلبي إلى طاعتك. تسع قصر الأمل والتفكر في حقارة الدنيا. قال الله عز وجل: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عشرة البعد عن أسباب حسن الخاتمة. أسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة
أحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.